الزيارة والزائر. قال الإمام الهادي عليه السلام: من خرج من بيته يريد زيارة الحسين عليه السلام فصار إلى الفرات فاغتسل منه كتبه الله من المفلحين، فإذا سلم على أبي عبد الله عليه السلام كتبه الله من الفائزين، فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول لك: أما ذنوبك فقد غفرت لك، استأنف العمل.